مساء الخير أصدقائي الطلاب. بقرار جذري من وزارة التعليم العالي أعلنت عن إلغاء النظام السابق للدخول للجامعات، واللي هو كان نظام امتحان اليوس أو بقية الامتحانات بشكل فردي تابع لكل جامعة. القرار هذا جذري ورح يغير من كثير تفاصيل رح تكون لكل الطلبة اللي عندها الرغبة بأنه تدرس بتركيا. خلوكم معنا بهالفيديو، رح أذكر كل النقاط اللي لحد الآن موجودة وواضحة فيما يتعلق بقرار وزارة التربية والتعليم الجديد اللي بيخص امتحان اليوس. مرحبا طلابنا الأعزاء، إن شاء الله تكونوا بصحة وعافية وسلامة. بعرف إنه كتير منكم جتني رسائل كتير كبيرة بالفترة الأخيرة عم تسأل شو صار بامتحان اليوس، شو هي القرارات اللي طلعت الجديدة، التغى امتحان اليوس، كل اللي درسناه راح على الفاضي، شو هي الترتيبات بالضبط، شو صار. هلأ بداية خلينا نكون متفقين على أنه امتحان اليوس ما زال موجود، ولكن طريقة الامتحان اختلفت. فمثلا اليوم أصدرت إدارة وزارة التربية والتعليم العالي بتركيا قرار بنص على اتباع نظام امتحان الطلبة الأجانب بشكل مركزي، يعني بيتم تنظيمه من قبل مؤسسة وحدة، وهي أساسا مسؤولة عن تنظيم أغلب امتحانات الحكومة التركية هون، سواء امتحانات بمدارس السواقة، مدارس القيادة يعني، أو امتحانات المراحل العليا أو شو ما كان، اللي هي مؤسسة الأويسيمي، هي المؤسسة المسؤولة عن عمل الكثير من الامتحانات. هذا النظام أساسا سابقا كان موجود بتركيا بال 2010، اللي هو أنه هي المؤسسة رح تعمل امتحان يوس واحد فقط، امتحان يوس واحد فقط لكل الطلبة الموجودين بتركيا. طب سابقا كيف كان الموضوع؟ سابقا كانت جامعة اسطنبول مثلا أو جامعة أنقرة مثلا بتعمل امتحان يوس خاص فيها بالتاريخ اللي بدها إياه، ممكن تعمل امتحان، ممكن تعمل امتحانين، ممكن تعمل ثلاثة على حسب ما هي بدها، ممكن تجيب أسئلة صعبة، ممكن تجيب أسئلة وسط، على حسب ما هي بدها. وعلى هالأساس تجري المفاضلة بأنه الطالب فات على اليوس الخاص بجامعة اسطنبول وقدم الامتحان الخاص بجامعة اسطنبول أو أي جامعة ثانية، أنا عم أذكر اسطنبول بشكل لا على التعيين، أو أي جامعة تانية، وعلى هذا الأساس علامته بهذا الامتحان رح يفوت على الجامعة. حاليا الموضوع اختلف، صار في امتحان يوس مركزي تشرف عليه مؤسسة التعليم العالي الـ OSAMA اللي كلكم عليها. رح يكون في امتحان واحد أو اثنين، لتاريخ اللحظة الأمور ما هي موضحة بالشكل الكافي، ممكن يكون في امتحان، ممكن يكون في امتحانين بنفس الفترة غالبا اللي بتكون فيها امتحانات اليوس، اللي هي بين الشهر الخامس والشهر السابع. وعلى أساس هالامتحان كل الطلبة اللي عم تدرس يوس رح تسجل فيه، كل الطلبة رح تقدم هالامتحان، ورح يصير في ترتيب للطلاب عام، وعلى هالأساس رح يفوتوا الطلاب للجامعات. بمعنى أنه نظام الامتحان الفردي لكل جامعة على حدة ألغي بالنسبة لكورس اليوس، وصار نظام متكامل لامتحان واحد فقط، أو امتحان يشرف عليه مؤسسة واحدة فقط، واللي هي مؤسسة الـ OSAMA. طبعا كمان في نقاط كتير ما زالت غير واضحة، بالأيام القادمة راح توضح أكثر من وزارة التعليم العالي، واللي هي نقطة أنه ممكن الجامعات الخاصة أيضا تفوت بهالموضوع، أنه الجامعات الخاصة أيضا تصير تحتاج امتحان اليوس الجديد. فعليا امتحان اليوس الجديد راح يسموه ام يوس، بمعنى مركزي يوس، او امتحان اليوس المركزي الوحيد التابع لمؤسسة الأوسيمي اللي هي تابعة بطبيعة الحال لوزارة التربية والتعليم. في نقطة ايضا جدا مهمة، اللي هي انه الامتحان هذا راح يكون بست لغات، فايضا كل الجنسيات من كل اللغات فيهم يفوتوا على هالامتحان، اضافة لانه ممكن يكون امتحان، ممكن يكون امتحانين، وممكن يكون ثلاثة. لتاريخ اللحظة هي التفاصيل ما توضحت ابدا. كل الطلاب اللي عم تدرس يوس المنهاج ايضا راح يكون نفسه، راح يكون اساسا مثل ما بنعرف اليوس ما له منهاج محدد، الافكار راح تكون نفسها، المطلوب راح يكون نفسه، واذا صار في اي اختلاف راح اعطيكم بالايام القادمه. طبعا النظام اليوس هذا راح يكون معتمد لافرع معينه، في افرع ثانيه راح يكون مثل النظام القديم اللي هو المفاضله، ما في داعي يكون معك يوس، ما في داعي، او ممكن يكون معك اي امتحان اخر. الافرع المعينه واللي هي اغلب الطلاب اساسا بصراحه بدهم اياها، اللي هي الطب البشري، طب الأسنان، الصيدلة، الحقوق، كلية التعليم بشكل عام والأفرع الموجودة فيها، وكلية الهندسة وجميع الأفرع اللي تشملها كلية الهندسة. بالنسبة لباقي الأفرع
مثلا الفنون الجميلة أو باقي الأفراد رح تمشي على نظام المفاضلة العادي اللي هو ممكن عن طريق الشهادة الثانوية فقط أو أي امتحان آخر ممكن تقدم عليه. طبعا في نقطة هون هامة، الوزارة محددة إنه القرار رح يتطبق ابتداء من العام القادم، ولكن الموضوع ما هو واضح، في حكي من ضمن الوزارة أنه ممكن يأجلوا تطبيق القرار للسنة اللي بعدها. بالنسبة لطلاب السات اللي عم تدرس سات هاي الفترة، طيب نحن شو رح نعمل مثلا؟ لتاريخ اللحظة ما في شيء واضح أبدا من وزارة التعليم العالي. بشكل مفاجئ أصدرت هذا القرار الوزارة، والتفاصيل اللي أنا عم لكم إياها هي التفاصيل اللي موجودة بهذا القرار. طبعا القرار له نقاط إيجابية وله نقاط سلبية. بداية طلاب اللي عم تدرس يوس ما لازم تتضايق، ما لازم تخاف، الموضوع بالعكس أنا برأيي الشخصي خصوصا للطلبة اللي علاماتهم أو اللي بيعتبروا نفسهم متفوقين، برأيي الشخصي إنه هذا القرار رح يجي لصالحكم، بحكم إنه سابقا الامتحانات الكتيرة اللي كانت عم تصير بجامعات مختلفة أحيانا طالب ما بيقدر يسجل بكل الامتحانات، فبتجي جامعة أحد الجامعات أسئلتها أسهل، فعلى هالأساس ممكن طالب يروح على حاله جامعة سهلة وغيره ما يكون دارس بشكل كامل فيقدر يحصل على فرع على الرغم من أنه هذا الشخص درس أكثر بكثير من الطرف الثاني. فعلى مستوى العدالة من ناحية الدراسة والتصنيفات بين الطلاب راح تكون هذا القرار أضبط بكثير وأفضل بكثير بالنسبة إلي، بالنسبة لفكري الشخصي بهذا الموضوع، على الرغم من أنه مثل ما قلت لكم سابقا بال 2010 وما مضى هذا القرار كان هذا النظام كان موجود نفسه، بعدين تغير وصارت امتحانات فردية وهلأ رجعوا لقرار ما قبل 2010. هذا القرار أيضا برأيي الشخصي راح ينظم موضوع القبولات الجامعية بشكل أكبر بكتير. التزوير التلاعب اللي كان يصير سابقا بالجامعات الحكومية راح يصير منظم أكثر، بحكم أنه راح يصير في مؤسسة واحدة فقط هي المسؤولة عن هذا الموضوع بشكل أساسي. لتاريخ اللحظة هذا هي كل الأخبار اللي قدرنا نحصل عليها لموضوع امتحان اليوس. طبعا في ما زال الصورة ضبابية نوعا ما لكثير من تفاصيل بعرف أنه راح تسألوني عنها، لكن ما بيمنع هذا الشيء أن تتركوا لي إياها بصندوق الوصف لحتى جاوبكم عنها، أو تتركوا لي إياها عفوا بالتعليقات تحت لحتى جاوبكم عنها. ما ننسى بأنه الأيام القادمة أيضا راح تحمل تفاصيل أكثر عن هذا الامتحان، وراح أطلع عليكم أيضا بفيديو فيه بشكل تفصيلي بعد ما تستقر الأمور ونعرف التفاصيل كيف راح تكون، وراح نطلع أيضا ببث مباشر لحتى نستقبل كل أسئلتكم المتعلقة بهذا الموضوع. يا أهلا وسهلا فيكم، وإن شاء الله تكونوا استفدتوا من هالفيديو، وانتظرونا بفيديو جديد. سلام. Thank you.